العد التنازلي أولاً، وبعده انطلقت المركبة الفضائية شينشو 17 المأهولة بطاقم يعتبر أصغر طاقم صيني حتى الآن، يتجه إلى المحطة الفضائية الصينية، وسيظلون لحوالي 6 أشهر في مهمة بالمحطة. انطلقت المركبة الفضائية على متن صاروخ من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين، وسوف يحل الطاقم الجديد محل الطاقم الموجود حاليا في المحطة الفضائية، والذي سيعود إلى الأرض في نهاية الشهر الجاري بعد أن قضى بدوره 6 أشهر على متن المحطة. طاقم شينشو 17 سيقوم بمهام متعددة في هذه الرحلة الفضائية، تشمل إجراء تجارب في الفضاء الخارجي وصيانة للمحطة، وهي خطوة تمثل تجربة قيمة للبلد الآسيوي.